يقول: جئت معتمرا وأديت عمرتي ولله الحمد، وأريد أن أؤدي عمرة أخرى لأخي، فهل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك، أن تخرج إلى الحل وتحرم بعمرة أخرى لأخيك أو لنفسك، هذا يجوز، لكن الأفضل والأحسن أن تبقى في المسجد الحرام للطواف بالكعبة والصلاة فيه والجلوس فيه، هذا أفضل من العمرة. وبإمكانك أنك تدعو لأخيك وتدعو لمن تريد، فإذا جئت مرة ثانية تجعل العمرة لأخيك أو لمن تريد. نعم.